بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. أيها الحفل الكريم، أيها المتابعون في كل مكان، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. نحييكم ونرحب بحضراتكم من هنا، من أرضية هذا الميدان، ميدان الشيحانية، عبر قنواتنا الناقلة لهذا الحدث، عبر قناة الريان الفضائية، وعبر قناة دبي ريسنج، وعبر قناة الدوري والكاس. مشاهدين الكرام، متابعين الأعزاء، الأشواط تتوالى في ثاني أيام هذا المهرجان، ثاني أيام هذا المهرجان، يوم الأحد 19 من شهر يناير لعام 2014. ننطلق مع شوطنا التاسع الخاص للحقائق بكار من مسافة 4 كيلومترات. مقدمة الشوط والمركز الأول، الله، هنا أوزان مع المركز الأول، حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري مع انطلاقة المركز الأول، الله. المركز الثاني القادم، هنا خطيرة مع المركز الثاني، ناصر بن علي العوض المري يقدم لنا خطيرة مع المركز الثاني. أما المركز الثالث فهنا الضيع جاسم بن محمد بن سيف النعيمي، ولكن القدوم من قبل اغتيال حمود بن سالم بن حمود العمري. هنا اغتالت اغتيال في اللحظات الأخيرة، ولكن خطيرة وهي خطيرة مع المركز الأول، ولكن بالراية غير بالراية مع انطلاقة الضبية في 500 متر الأخيرة، الضبية مع بالراية، يا سلام. المركز الثاني، هنا الخطورة قادمة من قبل اغتيال حمود بن سالم بن حمود العمري، وهنا أيضا القادمة لبوة سهيل بن خيرات الدودة العامري، ولكن الضبية في اللحظات الأخيرة، وهنا سلام. المركز الثاني اغتيال والضبية، اللحظات الحاسمة، هنا بالراية قادم مع الضبية واغتيال، اللحظات الأخيرة، هنا لمن النصر، لمن الفوز، بالراية مع الضبية، وهنا المركز الثاني، اغتيال حمود بن سالم بن حمود العمري، يا سلام. السلامات هناك إلى أهالي السلطنة، تهانينا والناموس للسيد حمود بن سالم بن حمود العمري على مدى اغتيال بالمركز الأول والمركز الثاني. هنا الضبية للسيد علي بن راشد بالراية المليئة ثالث المراكز، لبوة للسيد سهيل بن خيرات الدودة العامي ورابع المراكز، الشبلة منحطت على المركز الرابع للسيد عبد الله بن محسن ديله المري وخامس المراكز، الشاهنية للسيد ناصر بن حمد بن زنيفير الغفران. مشاهدي الكرام، هكذا كانت تحديات ومجريات هذا الشوط، لحظة الوصول إلى خط النهاية 6:07 52 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لحمود بن سالم بن حمود العامري على فوز اغتيال المركز الثاني. وسط الضبية علي بن راشد بالراية المريد 6:07 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس من حصلت على ثالث المراكز. هنا المركز الثالث لأبواه للسيد سهيل بن خيرات الدودة العامري 6:10 80 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.